معكم في هذا الفيديو أنا بدي أشرح مثال إضافي على استخدام دالة الفايند. يعني مثال هذا موجود في آخر السلايد تبع الباب السادس المتعلق بالستريمد لايبرري. فكرة السؤال هذا إنه أنا في عندي ترويسة إيميل إلكتروني على سبيل المثال بهذا الشكل from. أنا عندي هاي عنوان البريد الإلكتروني وهنا أنا عندي التاريخ بهذا الشكل. عارف ان ترويسة البريد الالكتروني بتكون بهذا الشكل، فمطلوب استخراج الدومين او النطاق اللي جاي منه البريد الالكتروني هذا. فهو يفترض انه انا استخرج هذا السب سترينج، فبالتالي ممكن يكون انه انا استخدم دالة الفايند. فبالتالي نص السؤال ممكن يكون بهذا الشكل: اكتب برنامج لاستخراج نطاق الدومين من ترويسة بريد إلكتروني. فبالتالي أنا عندي الميل هيدر هو هذا النص بهذا الشكل، تمام؟ زي ما حكينا إنه أنا عندي from عنوان البريد الإلكتروني، بعديها اليوم والشهر والتاريخ اليوم بالإضافة للوقت والسنة. فالمطلوب استخراج هاي الجزئية. طبعا هاي الجزئية أنا بدي أحددها بمحددات، إنه الدومين عادة بيجي بعد الآد مباشرة. فأول خطوة إنه إحنا نوجد إنه بداية الدومين اللي هو عندي الآد. فهنا ممكن نعرف متغير اسمه آد بوزيشن بيساوي، ممكن نستخدم دالة السترينج فايند وأعطي له الإندكس تبع، ادي له سبسترينج الاد عشان يجيب لي الاندكس تبعها. فممكن نحن نجرب نشوف شو البوزيشن تبعها. هي موجودة عند الاندكس 10، تمام؟ فبالتالي ممكن نعمل سلايسينج للسترينج انه ميل هيدر انه من الاندكس 10 الى الآخر بهذا الشكل. ففعليا بدأ يطبع من بعد الآت لغاية، تمام، لغاية آخر السترينج. هذا ممكن أنا أستبدله بمتغير بدل 10، فبالتالي بيكون البرنامج إنه يعني جنريك أكثر أو عام أكثر بهذا الشكل، فنفس النتيجة، تمام؟ طبعا انا الات اذا انا ما بديش اياها فبقول هنا انه الستارت او الات بوزيشن زائد 1 للاخر. فبالتالي الات بطلت موجوده انا عندي في الدومين. الجزئيه الثانيه انه انا انه انا هذه الجزئيه انا ما بديش اياها، يعني انا فقط بدي الدومين. فالفكره في الموضوع انه هاي الجزئيه انه بدي احدد الاندكس اللي هنا، والاندكس اللي هنا هو عباره عن سبيس. فلو حكيت له انه بدي اجيب السبيس بوزيشن، هو عبارة عن الميل هيدر دوت فايند السبيس، للأسف مش راح يجيب لي هذا السبيس لانه انا في عندي سبيس موجود قبل، انه حيكون الاندكس تبعه 0 1 2 3 4. خلينا نطبعه ونشوف نتأكد بهذا الشكل 4. فبالتالي زي ما اخذنا في دالة الفايند ممكن انا يعني اطلب منه انه يدور مش من البداية، بدي اقول له بدي اول سبيس بعد الات. فهذه هي افضل طريقة انه انا اوجد هذا السبيس، فبحكي له انه بدي السبيس اللي بعد الات. فالات بوزيشن موجود انا عندي سابقا هنا، فبالتالي بس مجرد انه انا بدي له اياه زي هيك بهذا الشكل، تمام؟ فهنا راح يطلع معايا مش 4 الاندكس السبيس اللي هذا اللي راح يكون شيء ما بعد العشرة، 24 بالضبط. فبالتالي ساعتها هنا ممكن اعمل سلايسنج للسترينج مره ثانيه واقول هنا سبيس لغايه السبيس بوزيشن بهذا الشكل. فبالتالي فعليا هيك استخرج من غاية الآت للآخر، وهنا استثنينا الجزء الأخير إنه حكينا له لغاية السبيس بوزيشن بهذا الشكل.
تمام. فبالتالي تلخيصا للحل، يعني هاي الجزئية احنا مش محتاجينها، وهاي الجزئية مش محتاجينها. ففعليا الحل هو عبارة عن 3 جمل، انه اول حاجة بدي اوجد الاندكس تبع الات اللي هو هذا، وثاني حاجة بدي اوجد الاندكس تبع السبيس اللي بعد الات، فعشان هيك انه انا بدي له السبيس هنا، وانه الستارت اندكس انه بجيب له اياه انه ات بوزيشن. خلي بالك هذا عبارة عن رقم اندكس، تمام، بس مخزن في متغير. بعد هيك بروح بعمل سلايسنج من الات بوزيشن زائد 1 لغاية السبيس بوزيشن، فبالتالي بيطلع معايا السترينج المطلوب بهذا الشكل، تمام. فهذا يعني مطبق على مثال. في انت عندك في السلايد مطبق على مثال تاني او ايميل هيدر تاني، بس الانديسيز انا مختلفة طبعا على اختلاف اليوزر نيم، بس الفكرة الاساسية نفس الفكرة، انه بدي احدد الاندكس تبع الات والاندكس تبع السبيس اللي بعد الات، تمام.